عرفنا برضو من احد المصادر ان هو بيروح هناك. رحنا وسالنا عليه في الدور الثاني، طلع لنا اشخاص كده ما يعلم بيها الا ربنا، قالوا هو مش ما بيجيش هنا على طول. بعديها في نفس الوقت عرفنا ان هو طلع عند امه في البيت. رحنا طالعين عند امه في البيت انا وصديق ليا، واتصلت بابويا وقلت له تعالى على هناك. رحنا قعدونا بمنتهى الهدوء ومنتهى البرود وهو مش موجود واحنا ما نعرفش حاجه عنه وبتاع. وبعد كده لحد ما ابويا جه راح عرفنا عننا البيت، والستات قالت احنا هنقطع هدومنا دلوقتي وهنقول ان انتوا بتعدوا علينا. وبعد كده جم بلطجيه قالوا امشوا وما تجوش هنا تاني، وروحوا دوروا على بنتكم في حته تانيه. طبعا احنا جوه البيت دلوقتي لو احنا عملنا اي حاجه احنا لا نسير قانوني، فكان من الطبيعي ان احنا ننزل. جينا واحنا نازلين امه فضلت تجري ورا ابويا وتبوس في كتفه وتبوس في ايده وتقول له النبي يا حاج بس اقعد معايا انا عايزك في كلمتين. قلت له يلا يا ابويا لا يعملوا فيك حاجه. طبعا هو كاب كان عايز يقعد، كان فاكر ان هو هيعرف حاجه، لكن احنا قلنا له يلا يا ابويا يلا. نزلنا بدأوا بعد كده يقفلوا على نفسهم الباب خالص، ونعرف برضو ان هو بيروح عند امه وانه كان في ناس تانية بتطالب بفلوس، ولما بيروحوا ما بيلاقوهوش تقريبا بينزل من سطوح بيت تاني، حضرتك زي ما شفت المنطقة شعبية بينزل من سطوح حاجة تانية.